بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فهذه نصيحة أقدمها لشيخنا العالم الجليل الحبر سيدي نور الدين علي جمعة حفظه الله تعالى. وكلمة نصيحة أعتمد معناها الشرعي ومعناها اللغوي، فالنصيحة تكون من الأدنى إلى الأعلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهي كما تكون من الأعلى إلى الأدنى، تكون من الأدنى إلى الأعلى. والنصيحة في لغة العرب مادة نصحة، هذا الجذر له معنيان، أستخدم النصيحة بكلا المعنيين في هذه النصيحة. الأول من نصحة العسل، أي أزال شمعه فأخرجه مصفى، يعني الصفاء وخالص الود. ومادة نصحة أيضا أي جمع، ومنه المنصحة، الإبرة تجمع الشمل، تجمع الثياب بعضها إلى بعض. فالنصيحة إخلاص، والنصيحة جمع للشمل. وكل ما في هذه الكلمة من خير أو نفع أو علم فالشيخ له الفضل فيه علي. نعم، قدمت إلى الشيخ وقد قرأت على عشرات المشايخ، ورحلت وكنت أقرأ المطولات، ولكن الذي أنار لي علمي وجعلني أستخدمه وعرفني كيفية استخدامه وأنار لي سبيله هو ذلك الشيخ. فلتقل الناس ما شاءت أن تقول، علمنا المنهجية العلمية الصحيحة، وطريقته في التعليم وفي فهم العلوم وفي إيصال فلسفتها إلى الناس، ومعرفة مناهج الأئمة وطرق التفكير في عقلية الأئمة، وكيف نطبق هذا العلم على الواقع، كل ذلك مما امتاز به هذا الشيخ. لذلك كنت كمن يقتني أنواعا خطيرة من الأسلحة ولا يحسن استخدامها، فلما تتلمذت على الشيخ، وقد تتلمذت عليه سنوات كثيرة، صرت أحسن استخدامها وأعرف كيف أستخدمها، وأستغرب من أناس يحملون هذا العلم وهم لا يفهمون كيف يستخدمونه، لأنه كان جسرا بيننا وبين العلماء السابقين بذكائه الخارق وبنفسه الوقادة. أخذ عن كبار علماء العصر وفهم مسائلهم ومناهجهم، فاستطاع أن يكون جسرا رابطا بيننا وبين التراث الإسلامي. فأنا أقدم حسنات الشيخ جميعا، وما أزداه إلي من نفع، وما نفع به الأمة بين كلامي هذا. يعلم الشيخ حفظه الله مني حبي له، وقد كنت أشتد في الرد عليه في بعض المسائل، حتى ظننت أنه قد حزن وأنه قد غضب مني. حاولت الاتصال به قبل فترة سابقة فلم يتيسر الاتصال، حاولت مرارا فوقع في خلدي أن الشيخ غاضب مني بسبب ردودي عليه، ثم أتيح الاتصال بعد ذلك، فقال: هناك مشكلة في الاتصالات. وقال لي باللفظ: لعلمك أني ما غضبت عليك يوما من الأيام. فهذا أفرحني وشجعني لأتكلم بما أتكلم به الآن. أقول لفضيلة مولانا الحبيب
العالم، وبعد أن ترددت كثيرا في هذا، وبعد أن التجأت إلى الله سبحانه وتعالى، حتى رأيت في المنام ما يشجعني على مثل ذلك، والله تعالى من وراء القصد، فضيلة مولانا الحبيب، استفاد الناس منكم كثيرا، وقد كنت مع نفر معدود في الدروس الأولى، وما كان الناس في العالم يعرفون الشيخ، وقد رأيت رؤيا آنذاك، رأيت الشيخ في السحاب ونحن في سفينة، والطيور تطير من كل مكان، فقلت له مولانا رأيت كذا وكذا، وهو يستعد للخروج بسيارته. قال لي بسيطة يا شيخ عبد القادر، علمنا سيطير في الآفاق وسينتفع الناس بنا في كل مكان. رأيت رؤيا أخرى استحيت أن أحدث الشيخ بها، رأيت الشيخ يأخذ رأسه ويقطعه ويعطيه لي، فقلت له ماذا لو رأى الإنسان شيخه وقد فعل معه كذا وكذا، فيعني فسرها لي بشيء حسن، لكن ما قلت له أنت المرئي في هذا. دافعت عن الشيخ يوم هجم الناس عليه، ودافعت عن قناعة وعقيدة بينت مراد الشيخ، لأن الحاشية تكون للتلميذ على كلام الشيخ، والحاشية قد تكون أهم من الكلام من الكتاب. لماذا؟ لأنها تبين المقاصد الحقيقية. بينت كل ما رأيت من مواقف، وأنصفت الشيخ يوم ظلمه الناس، ويوم توجهت الآلة الحزبية الإعلامية لتشويه صورته، وأنا لست في قوتها ولست في كفاءتها، ولكن هناك آلاف طلاب العلم يستمعون كلامي، وهم المقصودون بكلامي هذا، وأوصلت الرسالة إلى العلماء والصالحين، كما فعلت ذلك مع شيخنا الشهيد السعيد، والحمد لله عادت للشيخ مكانته بعد أن طمست قليلا ثم عادت، ولم يعد يتكلم فيه إلا الأشقياء الآن. الشيخ علي جمعة، أقول له يا سيدي ومولاي، أنتم قدوة الأمة، وأنتم أهل منهجية عظيمة، وأنتم رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، والسهام تتوجه إليكم لا لشخصكم الكريم، إنما لمكانتكم في أهل السنة والجماعة، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. الخطأ وارد، وما اتبعتك على أنك معصوم، استفدت كثيرا من كلامكم حتى في المسائل التي رددت فيها عليكم، وأنتم تعلمونها جيدا، لم يكن دافعي هو التعصب، إنما دافعي هو بيان الحق، وقد رددت بعد أن فهمت وتبينت وجهة نظر الشيخ وعلمت ما يقصد، وقد آتاني الله سبحانه وتعالى بمحض فضله وكرمه ومنه قدرة على فهم الكلام ربما لم يأخذها كثير من الناس، لأن اختصاصي الدقيق في التأويل، ولي أكثر من كتاب فيه، وفي فهم الكلام عبارة ودلالة وإشارة وفحوى، بل أقول إني توسعت في هذا الباب في كل ما يتعلق بالتعبير والتأويل، حتى التأويلات المنحرفة قرأتها لأرد عليها،
وحتى التفكيك والبنيوية وكل منهج يقال عنه منهج تأويلي قرأته لأبين التأويل الإسلامي الصحيح، ومارست ذلك في خدمة أولياء الله الصالحين، ومنهم شيوخي ومنهم فضيلة الشيخ، ولكن كثيرا من الناس لا يفهمون هذا ولا يعرفون طرق التأويل، ولا يعرفون رد متشابه الكلام إلى محكمه. وأذكركم مولانا الإمام بما جاء عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه حينما نصحه بعض أهل العلم بالتورية، وقد ورى كثير من الناس فنجوا، أن يأتي بعبارة محتملة يوصل فيها مراده، يوصل فيه ما يريد خصمه السياسي، وفي الوقت ذاته لا يخالف فيها الحقيقة العلمية في ذاتها. فقال لناصحه: انظر إلى هؤلاء، عدد كبير من الطلاب ومعهم الدفاتر والمحابر، انظر إلى هؤلاء ماذا سيكتبون، هل سيعلمون خبايا ما في هذا الكلام، وهل يعرفون ما المراد بالتورية، أم سيحملون الكلام على ظاهره. هناك قضايا خطيرة وأنتم أعلم مني بها، وأنا قد تعلمت ذلك منكم، فهذه بضاعتكم ردت إليكم، أقول وحالي كحال من يبيع التمر، من يحمل التمر إلى هجر، ومن يحمل الماء إلى حارة السقائين. كلامكم المجمل قد حمل على غير وجهه من محب لكم ومبغض، أما المبغض فهو يتلمس لكم العيب ويترصد لكم النقيصة، فلو رأى أفضل ما لديكم سيراه أقبح ما في الأقبح، وهذه عادتهم. وأما المحب لكم من البسطاء من غير أهل العلم سيحمل الكلام على ظاهره ويقول كما كتب كثيرون: إن قالها فقد صدق، نحن نصدقه في كل ما قال، وهذه حالة غير سوية. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون المرامي ولا المغازي، ولا يستطيعون تحليل العبارة الدبلوماسية. أنا أتفهم موقفكم والمكان الذي أنتم فيه، وأنا أعلم الإعلام الذي يترصد ويتصيد من أجل الفتنة، وأنكم تحاولون إغلاق هذا الباب، ولكن بيان الأحكام الشرعية على وجهها بشكل صريح مريح واضح لعامة المسلمين هذا أمر واجب. الفقه الوسيع منهج فاسد، قصدكم فيه حسن واعذروني على هذه الكلمة، لأنه مقدمة إلى هدم الاتباع، وأنتم تعلمون وأنتم من علمتمونا أن اللامذهبية قنطرة اللادينية، وأن اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. نعم أنا أعلم جيدا أنكم لا تدرسون اللامذهبية، وهذا هو الفرق بينكم وبين دعاة اللامذهبية، أنتم تدرسون الفقه الشافعي بإتقان وبدقة أصولا وفروعا وقواعد، وهذا الذي أجيب به دائما: ما الفرق بين الشيخ على جمعة وبين القرضاوي مثلا؟ القرضاوي لا يدرس الفقه الموروث لا فقها ولا أصولا ولا فروعا، يدرس ما يراه هو، ولذلك لاحظ تلاميذ القرضاوي لم يكونوا علماء ولا طلاب علم، إنما كانوا مقلدين دون منهجية، خلافا لتلاميذ الشيخ على جمعة صاروا علماء متقنين لمذاهبهم. لماذا؟ لأنهم درسوا بطريقة علمية منهجية دقيقة. مولانا وسيدنا
الواقع المصري ليس حاكما على واقع المسلمين جميعا. هناك أنتم ترون أن البيئة المصرية يناسبها التيسير والتسهيل، وهذا ليس جديدا وليس بدعة قد ابتدعها الشيخ علي جمعة، بل وجدناها في السابقين، ووجدنا ميلا من الشيخ بخيت المطيعي إلى تحويل كل خلاف إلى خلاف لفظي، وإن كان هذا المنهج ليس سديدا دائما، بل ربما وصل بصاحبه إلى الريبية وهو لا يشعر، مع علو كعب الشيخ بخيت المطيعي وتبحره في العلوم. ولكن هذه الطريقة الواسعة في النظر وإدراك ما لكل طريق وكل فريق ومعرفة المآخذ تجعل الإنسان يتوقف أحيانا كما في حالة إمام الحرمين الجويني، أو يجعل الخلاف لفظيا كما في حالة الشيخ بخيت المطيعي، ولكن هذا بالنسبة للعوام منهج كارثي. التنازل والتسهيل فوق المعتاد، قد تبدو فروعا بسيطة، المسح على الجوارب، الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، هناك أقوال شاذة ربما وجدتها عند الحنابلة، هذا أذهب قدسية الفقه الإسلامي وسلط العوام على الاجتهاد. مصافحة المرأة الأجنبية، الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، والأصل في هذا الباب كما سمعت منكم هو التحريم. فطريقتي في الرد وطريقتي في البيان هي منكم وإليكم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرني باتباعه واتباع نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى. الذي جذبني إليكم مولانا هو الحب الفائض الذي وجدته في جنبات أنفسكم تجاه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى كنتم تورثون جلاسكم هذا، واعتقادي الجازم التام أن المحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن له أن يضل، ولكن أطلب منكم رفقا بالأمة. أما الضلال فهو بعيد، وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يتألى على الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان محكوم بأقدار الله سبحانه وتعالى، ولكن حسب القواعد والمنهجية التي رأيناها في الصالحين وفي العلماء ممن كان قبلكم، المحب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام المتحصن بالعلم الصحيح بعيد عليه الضلال، ولكن الإضلال قد يأتي من سوء الفهم، فأنا أحذركم مولانا وسامحوني على هذا التعبير من أن توقع الناس في هذه الفتنة. الدين الإبراهيمي منهج خطير شيطاني يراد به تفتيت دين الإسلام، لأن دين النصارى ودين اليهود أديان أكل عليها الدهر والشرب بعد كثرة التحريف، ولم يبقى إلا الدين الحق، فحينما يختلط الدين الحق بالدين الباطل سيكون فسادا في هذا الدين الصحيح. وأنا أعلم وقد تعلمت منكم أن هذا منهج خبيث ومنهج فاسد ومنهج شيطاني يراد به تحطيم الدين الإسلامي. قد علمت منكم أن الكنيسة تحاول إضلال شباب المسلمين بينما تعطي مصلا مضادا لأتباعها حتى لا يضلوا، حتى كانت تنشر الإلحاد وتنشر الريبية. وقد كتب مقرب من الكنيسة، وأنتم تعلمون هذا جيدا وقد علمت منكم التفاصيل، كتب كتابا سماه ملاك الحقيقة المطلقة، فقلتم لي إنها اتفاقية بين فلان وفلان من أجل تشكيك الناس في عقائدهم في الوقت الذي كتب فلان من آباء الكنيسة كتابا سماه خراف بني إسرائيل الضالة، يثبت به النصارى على نصرانيتهم.
العمل على المشترك بين الأديان شيء حسن إذا ما كان ضد الإلحاد، كما فعل المشايخ مع القساوسة وأحبار اليهود في قضايا مؤتمر السكان، حيث حاربت تلك المجموعة ذلك المؤتمر كل القيم الإنسانية، والمسلمون في هذا الباب ضعفاء، ودول الكافرين متمكنة من القرار، فتعاضدت أقوالهم على المشترك بين الأديان، هذا شيء حسن. ولكن ذلك الضياع وذهاب الفوارق بين تلك الأديان، وأنا أعلم جيدا أنكم لستم كذلك، وبينت معتقدي تجاهكم، رأيت ما في الأمر أنها عبارات دبلوماسية، عبارات حمالة وجوه، ولكن هذه العبارة حمالة الوجوه سيفهمها العوام على غير مقصود صاحبها. رأينا في الحالة الشامية الشيخ أحمد كفتارو وقد سلك الشيء ذاته، فكان الأمر بعد ذلك تطورا عجيبا، رأينا زنديقا ينتسب إلى مدرسته اسمه محمد حبش ينقض عرى الإسلام عروة وهو مرتاح تمام الراحة، كل الأحكام اليقينية ينقضها وهو مستغرب لماذا يحكم عليه الناس بالكفر والزندقة. وقد أحسن الشيخ أحمد كفتارو قبيل وفاته حينما اطلع على ضلالات هذا الرجل فتبرأ منه ومن طريقته. العوام مولانا أو العوام مولانا وسيدنا، ولا سيما إذا كانوا من عوام الصوفية يرون التعظيم للشيخ وسماع كلام الشيخ، وهؤلاء لم يتعلموا العلم الصحيح، عند ذلك سيضلون. فالضلال إذا كان بعيدا عنكم لكن الإضلال قد يكون غير مقصود، وسامحوني على هذه العبارة فإني أذوب خجلا حينما أتكلم بهذه الطريقة، إنما رائدي هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، القول بفناء النار أو بتحول عذابها إلى عذوبة، قول رديء وقول ساخط لا يحل اتباعه. نعم طريقتكم ومنهجكم إذا ما كانت هذه هي الطريقة لتجعل إنسانا ما يتمسك بالدين فلتسلك هذه الطريقة، هذه طريقة جزئية وفي حالة شاذة وفي حالة خاصة، أن يلقى هذا الكلام إلى العلن وإلى عامة المسلمين فهذا يشكك الناس في قطعيات الدين. ختاما لهذا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى العلي الكبير أن يؤيدكم وأن يزيدكم من فضله ومن إكرامه ومن إنعامه، وأن يجعل كلامكم واضحا مبينا مفصلا على المحجة البيضاء كما كنا نسمع منكم في الدرس. لماذا أرسلت هذه النصيحة علنية؟ لأنها ليست بخاصة في شيخنا، الشيخ مرآة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن مرآة المؤمن، فالإنسان يرى نفسه في شيخه إذا كانت المرآة صافية. فأنا أتكلم من وحي ما أعطاني الشيخ، ومن وحي ما تعلمت منه، ومن وحي ما فهمت منه، ولو علمت من الشيخ أو من غيره خروجا عن دين الإسلام أو تركا لشيء من قطعيات الدين لقلت بكل أريحية وبكل سرور هذا فراق بيني وبينك، لأنه لا يقدم على كلام الله أحد ولا كلا على كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أحد، إنما كانت النصيحة علنية لأن الكلام منتشر. ولا أقول هذا ابتغاء التقرب إلى بعض الناس، فقد وقفت ناصرا مدافعا عن كل صاحب حق أراه من أهل الحق، أوذيت فصلت من عملي مرارا حوصرت في رزقي من أجل هذا، والله سبحانه وتعالى أيدني وثبتني، وما ذاك إلا بفضل الله تعالى ثم من المنهجية الصحيحة التي تعلمتها منكم في الثبات على الحق. كانت النصيحة علنية لأن الكلام منتشر،
ولأن أتباعا كثيرا يثقون بمولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه، ويثقون بكلامي ويثقون بقربي من الشيخ، فلا بد أن أبين لهم أن كل ما يخالف متون أهل السنة والجماعة وتصريحات هؤلاء العظام في كتبهم مما تجد كلام الشيخ يخالفه، فاتبع متون أهل السنة ودع كلام الشيخ. أهل الكتاب، كل من لم يؤمن بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغته دعوته، فهذا بإجماع المسلمين خالد مخلد في نار جهنم، لا نزاع في هذا ولا خلاف. النار والجنة دارا خلود أبدي لا يزولان عند القول الحق الذي عليه كل علماء الإسلام، سوى أشياء وأقوال ضعيفة لا يلتفت إليها. أما الأحكام الفقهية فالسداد يكون في قوة الدليل وفي قوة الرأي والقول المعتمد الذي عليه الفقهاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا أحباب الشيخ المزيد من الفضل والإنعام، أسأل الله لمولانا الشيخ المزيد من الرفعة، وأن يعود إلى التبيين والإيضاح الذي سمعناه منه في الدروس، وأن لا يكون الإعلام سببا لحجب الحقائق العلمية التي أمر الله سبحانه وتعالى ببيانها، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أسأل الله لكم مولانا وسيدنا المزيد من التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.